السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخوان المتابعين، جيت العزبة عزبتنا اليوم، قال لي السوداني راعي عندي صخلة غريبة. شو اللي غريب فيها؟ قال لي من ولدة هذه الصخلة اليوم كملت 15 يوم، يقول فيها حليب. قلت له شلون فيها حليب؟ ما يصير هذا. قال بلى، شوفوا صفنها، روني ديد الصخلة، شوف ديدها شنو. سبحان الله، شوف تحلبها يا زول. تنحلب؟ هاي سبحان الله، هاي من عجائب الدنيا يا اخواني، عمرها 15 يوم. شوف كيف صفنها، شوف ديدها كيف كبر. يقول لي الصخال الصغار الباقي يرضعونها. سبحان الله يا اخواني، يرضعونها. شوف عمرها 15 يوم ترى هذه، شوف سبحان الله.